بقى القضية بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح وما عرفناش نجيب الدكتور شوكت على التليفون، انه افكركم بالبوست بتاعه بس الاول اللي هو كتبه امبارح، وهو الحقيقة خطير ومفزع. بيقول يعني ايه بنت رايحة اولى اعدادي فصاحبتها يقولوا لها لازم تجهزي طرحة تلبسيها في المدرسة لان المدرسات والمدير ما بيقبلوش دخول البنات من غير حجاب حتى لو مسيحيات. قال ايه؟ علشان احترام التقاليد. لا، وكمان البنت اللي شعره من راسها باينه بيهزقوها، وفي ابله في المدرسه بتتطوع باجبار البنات على تنفيذ العرف وتقص اي شعره طالعه من حجاب اي بنت. وبسال بنتي ده في مدرستك انت بس؟ تقول لي لا، كل المدارس الاعداديه كده. ده عشان تفتكروا. احنا امبارح قلنا ان احنا لما كلمنا وزاره التعليم قالوا مفيش تعليمات بده، وطبيعي ان ما يبقاش فيه تعليمات، لكن انا اعتقد ان المساله وما وراءها أخطر كتير من مجرد هذا البوست. خلينا نستمع من الدكتور شوكت المصري، أستاذ جامعي مرموق وعضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. يا دكتور شوكت، يا مساء الخير يا دكتور محمد. يعني أنت تنكأ جرحا عميقا الحقيقة داخل بينا في منطقة أعتقد أن لازم نتصدى ليها بشجاعة. إيه بقى الموضوع؟ هو الموضوع باختصار ان انا بنتي وهي كان عندها اصحابها اول امبارح، فالمهم بنتكلم يعني امبارح العصر، فهو انت جبتي يا نور الطرحه اللي هتروحي بيها المدرسه؟ فقالت لهم طرحه ايه؟ قالوا الطرحه اللي هتتحط في الشنطه. فقلت لهم يا بنات طرحه ايه اللي هتتحط في الشنطه؟ هي انتوا مش محجبات وهي مش محجبه هيحطوا طرحه ليه؟ كويس. قالوا لي لا، اصل هو المدرسه ما بتدخلش حد مش لابس حجاب، ولو في واحده لابسه حجاب، في مدرسه في المدرسه عرفت النهارده من المعالي مساعد نائب المحافظ انها طلعت معاش السنه اللي فاتت، المهم يعني دي بتمنع اي واحده معاها مقص بتقص اي شعره باينه من شعر البنت. فقلت لهم لا، الكلام ده مش هيحصل، وانتوا اذا كنتوا عايزين تروحوا المدرسه من غير حجاب روحوا المدرسه من غير حجاب، عايزين تروحوا وانتوا محجبات ما حدش يقدر يجبركم تقلعوا الحجاب، وانتوا مش محجبات ما بالظبط، حدش يقدر يعني يجبركم تلبسوا اللي الحجاب. محجبه اللي محجبه تروح بحجابها، واللي مش محجبه تروح وقلت من غير لهم حجابها ببساطه. يعني بنفس التعبير احنا بنحترم تقاليد اليونيفورم الخاصه بالتربيه والتعليم، يعني ما فيش واحده حاطه مونيكير، ما فيش وشم، ما فيش موبايلات، ما اللبس الالتزام باللبس كل تفاصيله اللي بيحترم عدم. انا راجل يعني استاذ في الجامعه وطبعا المهم. فحصل الكلام ده واتصل بيا ناس من المدرسه، معالي مستشار سياده الرئيس اتصل بيا امبارح للتمام الاجتماعيه وهو ايه اللي بيحصل، شرحت له الموضوع وحد من وزاره التربيه والتعليم. المهم المشكله كلها بالفعل دكتور محمد ان الموضوع مش خاص ببنتي، انا كنت ممكن زي ما بعض الاصدقاء قالوا لي على الصفحه خد بنتك ونقلها في مدرسه في المدينه او وديها مدرسه كذا، ده كلام، ده هروب من مواجهه المشكله. المشكله ان احنا محتاجين نقول للناس ان احنا ما عندناش داعش في المدارس ولا عندنا ارهابيين بيتحكموا في الطلاب وبيبداوا يتنمروا عليهم وتشرد الطالبه او تهينها قدام زمايلها عشان هي مش محجبه وانها سافره وانها كذا كده. احنا بنحارب ارهاب في سينا وبنحارب ارهاب في الثقافه وفي الاعلام وفي الفنون، وبعدين بييجوا الناس اللي متحكمين على الارض في المدارس الاعداديه تحديدا مش الثانوي، لان طالبه الثانوي تعرف ترد عن نفسها، تعرف تاخد موقف ضد متحرش او ضد واحد بيقول لها كذا او ضد مدرس بيغلط او ضد كذا، تاخد موقف بالقانون يعني. لكن ان احنا نسيب الارض كلها والمدارس الاعداديه في مصر، شوف كم الف مدرسه بيتحكموا. طيب في هقول لحضرتك يا دكتور، يعني خلينا نبقى بنناقش الموضوع فاتحين الاقواس حتى اخره. يعني امبارح لما كلمنا الناس في التربيه والتعليم قال لك والله يا جماعه احنا مفيش تعليمات، يعني مفيش النص على زي معين مثلا، او احنا قلنا ما تدخلوش البنات الا بحجاب او بطرحه على راسه. لما كلمك الناس في المحافظه والمسؤولين قالوا احنا ما عندناش تعليمات، لكن انت عارف وانا عارف رغم انه مفيش تعليمات لكن هذا واقع يحدث على الارض. بالظبط. أنا بدعو حضرتك إنك تبص على الصفحة بتاعتي وقد علق عليها مدرسين في التربية والتعليم بأن العرف والدين قبل التربية فندم وقبل التعليم. أنا التعليق ده تحديدا لما شفته ده واحد توقفت قدامه. يعني ده في مدرس مدرس يا فندم، ده في مدرس مدرس في مدرس في المدرسة بتاع بنتك اللي هو بتتكلم على مسألة الحجاب كاتب لك أن العرف والدين قبل التربية قبل والتعليم. التربية والتعليم، ده واحد. اتنين،
ان الناس تتكلم على في المدرسين وكلهم. انا والدتي كانت وكيل وزاره في التربيه والتعليم ورئيس قطاع تعليمي، وكانت اول مدرسه ابتدائي في المدرسه، كان عندها 19 سنه خريجه مدرسه معلمات، وكانت اول مدرسة، وكانت بتلبس يعني جيب، وحضرتك عارف مصر في السبعينات والستينات، وكان ده في مدرسه فلاحين، يعني مدرسه في قريه في المنوفيه. انا مش بتكلم وانا من خارج المنظومه، انا عايز ابص حضرتك تبص على تعليقات الطالبات عندي في الجامعه او في الاكاديميه وتجربتهم في المدارس الاعداديه اللي كتبوا عنها. الموضوع كده شبيه مع الفارق طبعا بالتشبيه مع فكره لما النائب العام فتح في موضوع التحرش ان الموضوع هيبقى سري. فبدا الناس مش عايزه فبداوا تصطدم. يكتبوا تجاربهم. بدأتوا تجاربهم، انا تتفرج حضرتك عندي فوق ال 30 تعليق بيتكلموا على تجارب مماثله تماما، بعضهم كاتبات مصريات وبعضهم طالبات في الجامعه وبعضهم خلصوا الجامعه عندي في كليه بنات جامعه عين شمس. كلهم تعرضوا لتجربه انه يبقى في المدرسه لنفس بتاعتهم الامر بيقولوا لهم لا تلبسوا الحجاب، شعركم ما يبانش، ما تدخلوش الا وانتوا. بالظبط. انا والدتي قالت لي حاجه غريبه جدا امبارح، قالت لي انا وزمان كنت بقلع البنت الحجاب عشان اتاكد ان شعرها نظيف. يعني انا هقول لحضرتك الواحد يعني تتاكد ان شعرها جاي المدرسه، يا بنتي وريني كده، تمام، زي ضوافرك كده ما كان بيبص على المدرسين واحنا في المدرسه وغيره. ده حاجه احنا يعني ايه نزكيها ونقف جنبها، لكن فكره ان انا استنى اما بنتي تروح المدرسه الاعداديه ولا فيها انتقل وبعدين يبدا الاضطهاد او التنمر او التعامل مع الموضوع بالشكل ده، انا بقول لمعالي وزير التربيه والتعليم انا عايز اوصل معاك لخط الدفاع الاول، لانه هذه قضيه كبيره. يعني مفروض من خلال هذه التجربه توصي حضرتك بيها يا دكتور. انا اول حاجه يا فندم، اللجان اللي تنزل للمراقبه المدارس او المتابعه، لجان المتابعه المتعدده تكون على وعي بالموضوع ده، يعني مش يبقى الموضوع مجرد قرار مكتوب ومعلش حضرتك الاستاذ الدكتور محمد الباس في التلفزيون وده الدكتور شوكت مش عارف فين وانا هنا الكل في الكل. ما هي الموضوع بيتحول لكده، الوزير يتكلم براحته ما هو قال، بس احنا هنا نعمل ايه؟ لا احنا هنجاهد بقى في سبيل الله. واخد بال حضرتك؟ هي بتبقى كده على فكره، يعني هم بيقولوا نفس التعبير كده بالظبط. احنا صح هم بيعتبروا الزام البنات بان هم يلبسوا الحجاب، فده جهاد في سبيل الله. انا زوجتي دكتوره صيدلانيه ومتعلمه وبنت شعر كبير وكل واختها نفس الوضع، والدتي، انا مش مستني حد في المدرسه لا لبنتي ولا غيرها يبدا يقول لبنتي تعمل ايه في حياتها وتتعلم انها تلبس الحجاب كذب علشان المدرسة او كدب عشان المدرسة وتحطه في الشنطة وتقلعه بعد كده. ده حتى التجربة يا دكتور هم محمد بيطلعوا تجربة مهينة. بيطلعوا فعلا يا دكتور جيل من المنافقين، هؤلاء الناس ابعد ما يكونوا حتى عن روح وصحيح الدين. احنا هنفتح هنبقى بنواصل فتح هذا الموضوع، انه اللجان تنزل ويبقى فيه قرار من الوزارة بالزي بتاع المدرسة شكله عامل ازاي، محدش يتحكم فيه. انا بشكرك جدا دكتور شوكت المصري، الاستاذ الجامعي المرموق وعضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولية.